خلونا نتكلم في الموضوع ده مع الدكتورة أماني فاخر، عميدة كلية التجارة بجامعة حلوان وعضوة المجلس القومي للمرأة. يا دكتورة تحياتي لحضرتك وأهلا بيكي. أهلا بيكي، أهلا وسهلا بجميع السادة المشاهدين. شكرا. إيه اللي بيخلي دايما الستات قادرة على العمل في أي ظروف؟ وكان في دراسات نفسية كده قريناها زمان، يعني إن دايما الستات بتبقى قادرة إنها تتأقلم على أي تحدي ممكن يواجهها في أرض الواقع. الحقيقة حضرتك بتتكلمي على مستوى العالم وهذه حقيقة، لكن خليني أتكلم على مستوى مصر. فعلا المرأة المصرية منذ زمن بعيد، يعني خلينا نقول من 100 سنة عدت، وهي بتثبت دورها وريادتها وقدرتها على مناهضة الوطن وعلى الوقوف بجانب الوطن وعلى شراكتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالنسبة للوطن. ربما الوضع اختلف بالنسبة لمصر خلال السنوات الأخيرة. خلال 100 عام الماضية كانت المرأة تبحث لها عن دور، كانت المرأة بتبحث عن حقها، كانت بتحاول ما تبرز إمكانياتها وقدراتها. النهاردة الوضع اختلف في مصر، النهاردة هناك تقدير للمرأة المصرية، هناك إيمان بدورها ومشاركتها، هناك إيمان باحتياج الدولة إلى الاستثمار في المرأة ووقوفها شريك في عملية التنمية والإصلاح. دي كانت منذ اللحظة الأولى لدعم القيادة السياسية للمرأة، وبالتالي هنا خرجت إمكانيات المرأة المصرية بشكلها الحقيقي داعمة للوطن، مش بس في الظروف الأخيرة لجائحة كورونا، هو ما قبل كورونا. يعني زي ما بنقول كان لها موقف سياسي عظيم، وكان لها دور ريادي في الحفاظ على الوطن حينما استشعرت أن هناك يعني زي ما احنا بنقول بعض التخوفات لهذا الوطن. شاركت في عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي بشكل كبير، لأن طبعا لا شك أن عملية الإصلاح الاقتصادي اللي مر بها الوطن تأثر بها المواطن، لكن هي كانت زي ما احنا بنقول خبيرة اقتصادية داخل وخارج. طيب دكتورة أماني، يعني اسمحي لي، حضرتك بتتقلدي منصب قيادي، يعني عميدة كلية التجارة بجامعة حلوان، هل في لحظة ما اتواجهتي بتحديات ان انت مش هتقدري ان انت تجتازيها نتيجة ان انت مرأة، وفي الاخر كان المقابل او النتيجة على ارض الواقع ان انت اجتزتيها بل تميزتي فيها؟ دي حقيقة. يعني خلينا اقول لحضرتك ان انا بالنسبة لكلية التجارة، كلية التجارة من الكليات اللي بتشهد عدد كبير من الطلبة. يعني بالنسبة لجامعة حلوان بتشكل كلية التجارة ثلث الجامعة برغم انها بتضم 28 كلية. فطبعا الجزء الاول مثلا كنت قبل شغل هذا المنصب كنت وكيل لشؤون التعليم والطلاب. شؤون التعليم والطلاب فانت مسؤوله عن هذا الكم اللي بيزيد عن 50,000 طالب. وخلينا اقول لحضرتك ده اول وكيل لشؤون التعليم والطلاب في كليه التجاره بالنسبه للكليه عندنا. فاكتسبت هذه المرحله، وكان ده زي ما حضرتك بتقولي تحدي كبير، واحمد الله يعني اني وفقت في هذا العمل، ثم كلفت بان اكون قائم بعمل عميد كليه التجاره في هذا الفتره الجاريه، واحمد الله اني قادره ان انا امثل المراه بشكل جيد واحافظ على هذه المكتسبات اللي بتدعمنا نفسيا فيها القياده، لانها بتدفعنا ان اذا كانت المراه لديها القدره والكفاءه لاثبات هذا المكان والحفاظ على المكتسبات فهي قادره على ذلك. دكتوره اماني فاخر، عميده كليه التجاره بجامعه حلوان وعضوه المجلس القومي للمراه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المرأة.